السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ معاكم ميس حنان، مدرسة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي بمدرسة ليدرز للغات. رجعنا قبل كده عن الاساليب وهنراجع عليها برضو، لان الاساليب مهمة جدا جدا وممتدة معانا للسنين الجاية، فلازم نطبق عليها كتير عشان نفتكرها. اول سؤال بيقول لي استخدم ضمير المخاطب. ضمائر المخاطب ايه هما يا ولاد؟ ضمائر المخاطب انت وانتي. انت بتيجي مع المفرد المذكر وانت بتيجي مع المفرد المؤنث. انت بتيجي مع المفرد المذكر وانت بتيجي مع المفرد الايه؟ المؤنث. تمام. مفرد مذكر يعني الولد الواحد، ومؤنث يعني البنت الواحده، والمخاطب يعني اللي انا بخاطبه، يعني اللي انا بكلمه. وقلت نفتكر ان التاء المربوطه بتدل ان الكلمه دي كلمه ايه؟ مؤنث. تمام. اول حاجه بيقول لي استخدم ضمير المخاطب انت وانت. مجتهده في دروسك، مجتهده اخرها تاء مربوطه تبقى ايه؟ هتبقى انت مجتهده في دروسك. كثيره الكلام هتبقى ايه؟ انت كثيره الكلام، برضو كثيره لان اخرها تاء مربوطه. تذاكر انت تذاكر. معلمه انت معلمه. تذهب مع اصحابك الى المدرسه انت تذهب مع أصحابك إلى المدرسة. تحبين صديقاتك أنت تحبين صديقاتك. تهمل دروسك هتبقى إيه؟ أنت تهمل دروسك. حصلت على شهادة تقدير أنت حصلت على شهادة تقدير. صاحب مخلص أنت صاحب مخلص. فلاح نشيط أنت فلاح نشيط. متسابقة ماهرة هتبقى إيه؟ أنت متسابقة ماهرة. تلميذة مجتهدة، برضو أنت تلميذة مجتهدة. صديقتي المفضلة أنت صديقتي المفضلة. تطيعي والدتك أنت تطيعي والدتك. كل ده أنت. نجحت في الامتحان هتبقى إيه؟ أنت نجحت في الامتحان. تلعب الكرة أنت تلعب الكرة. مهندسة هي أنت مهندسة. تسبح في البحر أنت تسبح في البحر. تلعب مع إخواتك هتبقى أنت تلعب مع إخواتك. طبيب أنت طبيب. تلعب في النادي أنت تلعب في النادي. تسبحين في البحر هتبقى أنت تسبحين في البحر. تمام يا ولاد. يبقى أنت بتيجي للمفرد المذكر وأنت بتيجي للمفرد المؤنث. تاني حاجة اكمل باسم الإشارة المناسب مكان النقط. طبعا أسماء الإشارة رجعت عليها قبل كده، هي هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. هذا بتيجي مع المفرد المذكر، هذه مع المفرد المؤنث، هذين مع المثنى المذكر، هاتين مع المثنى المؤنث، هؤلاء للجمع العاقل، وهذه برضو للجمع الغير العاقل. تمام. لاعب مشهور هتبقى ايه؟ هتبقى هذا لاعب مشهور. تلميذة مجتهدة هتبقى ايه؟ هذه تلميذة مجتهدة. فريق كرة السلة هذا فريق كرة السلة. تلاميذ مدرسة الفيوتشر هؤلاء تلاميذ. سيارات مسرعة سيارات جمع غير عاقل ياخد هذه. تلميذان نشيطان هتبقى ايه؟ هذان تلميذان. بنتان مجتهدتان مثنى مؤنث تبقى هاتان. تمام يا ولاد. تمام. وتلميذان خدنا لها هذان لانها مثنى مذكر. بعد كده بيقول لي ضع علامه صح امام الجمله الفعليه فقط، يعني الجمله الفعليه هنحط عليها علامه الصح بس. يشرح المعلم الدرس. طيب فين الفعل اللي بيفعله المعلم؟ ان هو بيشرح، يبقى يشرح ده فعل، يبقى
الجملة مبدوءة بفعل، يبقى دي فعلا جملة ايه؟ فعلية. يلعب أمير بالكرة، أمير بيعمل ايه؟ بيلعب، ويلعب جاية في الأول، يبقى دي جملة برضو ايه؟ فعلية. أمير يجلس أمام الكمبيوتر، أمير ده اسم إنسان يبقى مبدوء باسم، يبقى جملة اسمية، فده غلط. نصنع الملابس من القطن، فين الفعل هنا؟ نصنع حاجة اللي بنفعلها، يبقى جملة فعلية. بعد كده بيقول لي حول كما في المثال، أحب التفاح، الناحية التانية قال لا أحب التفاح. هنا يا ولاد اسلوب نفي، هو نفى ان هو بيحب الايه؟ التفاح. طب تعالوا كده نفتكر ادوات النفي، لا ولم ولن. لا ولم ولن، اسلوب النفي لا ولم ولن، ان انا بنفي حاجه انا بعملها او حد بيعملها. احب لعب الكره، هنقول ايه؟ لا احب لعب الكره. اقرا القصص المصوره، ممكن اقول لم اقرا القصص المصوره او لا اقرا القصص المصوره. تمام يا ولاد، ده كده اسلوب ايه؟ نفي. اسلوب ايه؟ نفي، بنفي بالجمله. تمام، رجعنا النهارده على ضمائر المخاطب، اسماء الاشاره، الجمله الفعليه والاسميه، وايه، وحلينا برضو على الايه؟ الاسلوب النفي. نذاكر كويس يا ولاد الاساليب، لانها مهمه جدا جدا، وان احنا نحتاجها السنين الجايه، فلازم نبقى شطار فيها. حلو كتير، وبعتولي على الخاص، وانا معاكم في اي سؤال انتم مش عارفينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.